تفقد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أحد مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول في الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة. وأكد وزير الدفاع حرص القيادة العامة على وضع شروط دقيقة لانتقاء نخبة من خيرة شباب مصر للانضمام إلى الكليات والمعاهد العسكرية التي وفرت لهم القيادة العامة كافة الإمكانيات لبناء جيل من ضباط المستقبل.